الورد عليكم مشاهدينا في حلقة جديدة وبداية أسبوع يوم اثنين عساه وجعله خير يا رب كل أيام الأسبوع عليكم اشتقنا لكم في الويكند وأكيد نطلع عليكم بمجموعة فقرات متنوعة من مسائل إمارات محلية عالمية وإقليمية بس قبل كل شيء أمسي على الزميل المتميز دائما هو قال يقولي متميز سالم إيه لا أنا فاضي إني أقول لي متميز مساء الخير أول شيء شحالك شحالك الحمد لله بخير الحمد لله شفتي أفلام شفتي شيء طلعتي سرت لا والله في البيت يا سلام عليك، مم. لازم حتى البيت احيانا تكون جدوله مختلف. مشاهدينا مساء الخير ويا مرحبا بكم في حلقه جديده، حلقه بدايه الاسبوع من برنامجكم المميز مساء مرات ساعه ونصف على الهواء مباشره نطرح فيها العديد من المواضيع اللي تهمكم، تهم اسركم وايضا مجتمعاتكم محليه عربيه وايضا دوليه، اولى هذه الفقرات وعناوينها وشو بنتكلم في هذه الحلقه عندك يا خديجه. نعم، اولى محاورنا مشاهدينا و عن معايير اكاديميه تساهم في الحصول على منح دراسيه خارجيه، اهم شيء طبعا هو اجيال الغد والمستقبل والدراسه والثقافه، خاصه اذا كانت على مستوى عالمي من الدراسات ولمن؟ لمستحقيها اللي يكونون عندهم درجات عاليه متفوقين فيستحقون هذه نعم. المنح، اليوم بنتعرف على المعايير اللي تلبي هذا الاستحقاق. يا سلام، جميل جدا هذا العنوان وهذا الموضوع اللي بنتكلم فيه مشاهدينا خلال هذه الحلقه، خليني اسال خديجه سؤال، خديجه نعم. تحبين الظواهر الفلكيه اللي ترى بالعين المجرده؟ مثل, مثل كوكب شهور بلا أنا خديجه اليوم العالم على موعد مع ظاهره فلكيه نادره ترى بالعين المجرده، الصراحه متحمس لهذه الظاهره، يقولون هناك كواكب سوف تصطف ونقدر ان نشوفها في الدول العربيه بالعين المجرده. جميل خلال الحلقه اليوم ان شاء الله بنستفسر من المختصين كيف ومتى واين بنقدر نشوف هذه الظاهرة جميل وفي محور اخر عن علي البستكي يقدم لعبة لوحية تعبر عن الثقافة الاماراتية اكيد عنوان يعني محفز وجميل عملية الربط بين الثقافة في لوحة من الالعاب يعني يستدعي الفضول مم. لطرحه عبر مسائل الامارات وبنتعرف عليه اكثر في فقراتنا لليوم ولا يا خديجة جزء من حلقتنا لليوم مشاهدينا كيف تحولت كرة السلة من نشاط طلابي الى رياضه عالميه اليوم ما نقدر ننكر ان كره السله تضاهي بجماهيريتها كره القدم في بعض الاحيان مثل خلينا نقول الدوري الامريكي اللي نعم. الكل يحبه الكل يعشقه اسماء كبيره تذكر اسماء كبيره تلعب اليوم في هذه الحلقه يا خديجه وايضا مشاهدينا بنتكلم عن هذه الرياضه المسليه اللي بدات من المدارس ووصلت الى العالميه اليوم ما في اي دوله ما لها فريق كرة سلة تدري أني كنت في فريق كرة السلة في على مستوى دولة الإمارات ألعب بطولات يا سلام جميل جدا فاليوم فا ممكن, جميلة هي ممكن نستفيد من اليوم في بعض المعلومات مع ضيفنا أكيد يوم. بداية مشاهدينا في مواضيعنا المحلية حيث اعلنت وزاره الخارجيه عن فتح باب التسجيل لبرنامج البعثات الدراسيه عبر موقع وزاره الخارجيه للطلبه الاماراتيين المتفوقين لاستكمال مسيرتهم الدراسيه وهذا بهدف الافاده لاحدى الجامعات العالميه المرموقه يا سالم جميل جدا يا خديجه بهدف او يهدف التخصص في المجالات اللي تلبي احتياجات الدبلوماسيه الاماراتيه مشاهدينا ورفدها بكوادر اماراتيه وجيل مؤهل وفقا أرقى المستويات وذلك ابتداء من 1 يونيو الجاري إلى 30 يونيو 2024 اليوم أكيد بنتعرف على فوائد هذه الخطوة في المرحلة التعليمية ويا المختصين بعد مشاهدة هذه المادة تعتبر المنح الدراسيه الخارجيه فرصه ذهبيه للطلاب الذين يسعون لتحقيق تعليم عال متميز في جامعات عالميه حيث تقدم هذه المنح من قبل الحكومات الجامعات والمؤسسات الخاصه لدعم الطلاب الاكفاء وتوفير الفرصه لهم لتحقيق طموحاتهم الاكاديميه والمهنيه يتطلب الحصول على منحه دراسيه خارجيه استيفاء مجموعه من المعايير التي تختلف بناء على الجهه المانحه وبرنامج الدراسه ان ابرز المعايير والشروط التي يجب على الطلاب تلبيتها للحصول على منحه دراسيه خارجيه هي المعايير الاكاديميه على الاداء الاكاديمي حيث يجب ان يتمتع المتقدم بسجل اكاديمي ممتاز غالبا ما يتطلب معدلا تراكميا مرتفعا والدرجات في المواد الاساسيه حيث يتم التركيز على الاداء في المواد ذات الصله بالتخصص المطلوب الحصول على منحه دراسيه خارجيه يتطلب الالتزام بعده معايير تتعلق بالاداء الاكاديمي الشخصيه الماليه والاجتماعيه يجب على الطلاب التحضير الجيد وتقديم الطلبات بدقه لضمان زياده فرصهم في الحصول على المنحه الاستثمار في هذه الفرصه قد يكون المفتاح لتحقيق طموحات اكاديميه ومهنيه كبيره وبالتالي المساهمه في تطوير الفرد والمجتمع على حد سواء وعن هذه الخطوة وأهميتها في مسيرة الطلاب الأكاديمية مشاهدينا، نتكلم عن التحضير، عن الاختيار الصحيح مع ضيفنا الخبير الأكاديمي أنس الحميري عند النصائح والمفاتيح، مساء الخير أستاذ أنس. مساء النور، مساء السعادة على الجميع إن شاء الله. أستاذ يا مرحبا هذه الخطوة في المرحلة التعليمية للطلاب أستاذ أنس مع إعلان وزارة الخارجية عن فتح باب التسجيل للمتفوقين للمنح الخارجية، إلى أي مدى تقرأ أهميتها؟ شوفوا دولة الامارات دائما سباقه باستقطاب كفاءات مميزه من طلبه الثانويه العامه المتفوقين وارسالهم للخارج، اما ابتعاث نعم. داخلي داخل الدوله هي. او ابتعاث خارجي، نعم. لكن وزاره الخارجيه دائما حريصه ان تبعث مش طلبه سفراء جميل. يمثلون الوطن. دائما يعني يمكن الدفعات اللي سبقوا مثلوا الامارات خير تمثيل، كانوا من افضل الشباب والطلبه اللي مثلوا الدوله. نعم. هذه الخطوه كان الهدف منها انهم يستقطبون طلبه متميزين في تخصصات معينه مهم. تلبي حاجه دوله الامارات في الفترات القادمه. نعم. في تخصصات مطلوبه في سوق العمل، الدوله تعتمد عليها لتطوير استراتيجياتها، بنيتها التحتيه، وكفاءاتها الوطنيه لتمثيل الدولة خير تمثيل. نعم. جميل جدا، استاذ خلينا نتكلم عن الفوائد لهذه البعثات، اليوم انت يوم تبعث طالب الى الخارج كسفير مثل ما ذكرت حضرتك يعود لك بالمعرفه الثقافيه والمجتمعيه، فمن هذا المحور كيف تجد اهميه هذه البعثات؟ ممكن نحن جامعاتنا الوطنيه والخاصه الموجوده في الدوله على كفاءه عاليه وعلى نعم. مستوى جدا متقدم، نعم. ولكن الاحتكاك اللي يعيشه الطالب في خارج الدولة <applause> في الدول الأوروبية أو الأمريكا أمريكا أو بريطانيا فيها خبرات إضافية تضاف إلى سجل الأكاديمي <applause> غير موضوع المادة العلمية والأكاديمية اللغة يتطور عنده بشكل كبير جدا وأيضا احتكاك مع كفاءات عالمية فهو هدف ثلاثي في, في, في فترة واحدة هذه الخطوة تعتبر من الخطوات الاستثمار في الجيل الشاب للسنوات القادمة ومدت من بداية الستينات وما قبل ذلك مغفور له الشيخ زايد كان يبتعث الطلبة اللي عندهم الحماس والشغف للدول العربية المجاورة وبعض الدول الأوروبية الشقيقة فهو النهج نهج المؤسسين وما زال مستمر نعم. إذا من الستينات أستاذ إلى 2024 تكلمت عن أن في تخصصات معينة لها استراتيجيات أو تتقاطع مع أهداف ورؤى واستراتيجيات دولة الإمارات عن ماذا نتكلم بالضبط؟ اي تخصصات؟ شوفي التخصصات المطلوبه حاليا هي التخصصات في الذكاء الاصطناعي علوم الفضاء الطاقه المستدامه، الطاقه النظيفه، التخصصات اللي الجديده في الساحه العالميه. نعم. نعم. عندنا تخصصات متنوعه، عندنا خبراء في الجانب القانوني، في الجانب الاداري، في الجانب المالي، حتى في مجال الطبي في بعض التخصصات. مه. لكن التخصصات اللي صارها ظهر على السطح من عشر او من خمس الى عشر سنوات ما عندنا الكفاءات المتمرسه في هذا الامر، والدول العالميه سبقتنا في هذا المجال وما عندنا يمكن المختبرات اللي تساعد على ذلك او الجامعات. فرأت الدوله بوزاره الخارجيه او من يمثل هذا الجانب الابتعاث ان نبعث الطلبه في تخصصات مهمه تفيد الدوله في المستقبل. وتفيد استراتيجيه الدوله 2070 او 71 اللي تنص على تطوير التقنيه والتعليم والذكاء الاصطناعي بشكل كبير. وهذا يعني. بكوادر اماراتيه اكيد وبايدي عيال البلاد، حلو جميل جدا يعني واليوم يعني جواب اخذني الى سؤال الى ما هو الدور الايجابي لهذه البعثات واللي ينعكس بشكل او اخر في تنميه العمليه التعليميه الاكاديميه، فكيف تجد الدور الايجابي لهذه البرامج والبعثات؟ بعد ما يتم ابتعاث الطالب يتم استقباله عن طريق الملحق الثقافي في الدوله نعم. دوله الامارات في الدوله المبتعث لها نعم. يتم استقبال استقبال تعليمه توجيهه في مشرفين اكاديميين بيشرفون معاه من اول خطوه الى التخرج نعم. خلال الفتره هذه يحمل هذا الطالب مسؤوليه تمثيل دوله الامارات خير تمثيل نعم. يست... يعني ياخذ المعلومه كامله في اقصر مده ممكنه يتخرج عشان يرجع مه. اول ما يرجع حيكون له اما وظيفه في جانب التخصص او ممكن يكون احد الكفاءات الاكاديميه في جامعات الدوله جداً. فحيكون محاضر او استاذ او دكتور مستقبلي لاخوانه وخواته من ابناء الوطن داخل الدوله هذا بعد الابتعاث بعد التخرج والرجوع نرجع خطوه الى الخلف قبل الابتعاث شو هي ابرز الخطوات اللي وجب او يجب على الطالب المتفوق عشان يحضرون اعمارهم متفوقين من الان التحضير لها او خوضها للوصول الى البعثه. طبعا الابتعاث لها شروط. شو هي؟ لها حد الادنى من توفير الشروط، المعدل الاكاديمي او معدل الثانويه العامه يكون له حسب. حسب آه. من بعثة إلى بعثة متغيرة بعثات الطب بعثات الهندسة صحيح. بعثات الجانب التقني نعم. مختلفة نعم. ويعتمد على الجامعة اللي بتستقبل الطالب فعندنا معدل الثانوية عامة نعم. المواد العلمية الرياضيات، فيزياء كيمياء أحياء هذه مهمة في الدراسة العلمية نعم. في المستقبل اللغة الإنجليزية كذلك نعم. لابد من استيفاء الحد الأدنى من امتحان الإمسات اللغه الانجليزيه هي. او ما يعادل بالتوفل والايلس الاكاديمي نعم. فهنا نلخص المعدل التراكمي الثانويه العامه مع اللغه الانجليزيه هناك مهارات اخرى تدخل في مجال اذا كان في امريكا لازم يطلب عليه شهادات تخصصيه اخرى نعم. اما اذا كان في بريطانيا في المجال فقط اما باللغه الانجليزيه ومعدل الثانويه وين يقدم ولا هم يستقطبون هؤلاء الأطلبة. وزاره الخارجيه عندهم م. قسم اكاديمي تمام يتم <applause> الطالب يتواصل معهم اذا راى في نفسه انه مؤهل نعم. لهذه البعثه يتواصل مع هذه القسم في موظفين اكفاء في وزاره الخارجيه يستقبلون الطلبات نعم. يتم فرزها عرضها على لجنة وهناك مقابلات شخصيه قبل الابتعاث هل الطالب مستوفي شروط ولكن شخصيته شخصيه سفير التعليم للدوله محب. هل سوف يمثل الدوله خير تمثيل هل شخصيه يقدر يتاقلم مع العيش في الخارج من بعد يتم اعتماده هناك موافقات اداريه يتم الانتهاء محب. منها مخاطبه الجامعه التي يبتعث الطالب فيها اخذ الموافقه المبدئيه الرجوع الى التعليم العالي في وزاره التربيه والتعليم للحصول على الموافقه المبدئيه ان التخصص معتمد والجامعة معترف فيها في الدولة ومن ثم يستكمل إجراءاتها وابتعاثها الأجمل من هذا أستاذ أنس وخديجة أن في بعض الأحيان يتم ترشيح هذا الطالب هو ما يعلم يتم ترشيحه من قبل الجامعة أو من قبل وزارة التربية والتعليم إلى أن هذا الطالب ذو كفاءة ذو صحيح. معدل عالي ذو خبرة ويقدر أن يمثل اليوم دولة الإمارات في الخارج في البعثة اللي بيصير لها وبيرجع يفيد بلاده تأكيد كلام أخوي سالم نعم. أن في هناك الجهات تبحث عن اوائل الثانويه العامه في الدوله صح يعني مثل الموضوع أن يترقبون النتائج مهي. ويبحثون عنهم ويتم اختيارهم بعنايه بمعنى ان هناك طلبه ممكن ما عنده رغبه وما كان حاط في باله انه يبتعد فجاه جاء اتصال من جهه معينه يبارك له بالتخرج والتميز والتفوق ونؤكد لك انك مؤهل أو هل لديك القابلية أو الرغبة بالابتعاث للدول الفلانية؟ تجيه العروض من كل الجهات. نعم. فنقول على الطالب أنه يجتهد ويبذل مجهود كبير جدا ويترك الباقي ودولتنا ما تنسى حد، يبحثون عن المتميزين. وأنا من عندي أقول له أنت تحت المجهر. أكيد تفوق، حصل معدل. والشروط انت تحت المجهر وبتكون في المكان المناسب اللي ينفعك وينفع بلادك انس الحميري اكيد الخبير الاجتماعي كل الشكر والتقدير لك على هذه المعلومات وايضا التفاصيل الشكر لكم لقناتكم الكريمة على هذا الطرح الجميل لموضوع مهم في الساحة الآلي وأيضا أنكم حريصين على توفير المعلومة لطلبتنا ومن هذا المنبر نقول لطلابنا الله يكتب لكم التوفيق ويبارك في, في جهودكم وتفرحون اهلكم وعيالكم و... وبلدكم ودولتنا الحبيبه وشيوخنا الكرام. نفرحهم بنتائج طيبه ونمثلهم خير تمثيل. في الختام بس عندي فضول لو فضل تسمح لي تكلمت عن الشخصيه ونحن نعرف ان التعليم فيه رسمي وغير رسمي. الرسمي الاكاديمي اللي ناخذه من المدارس، الغير رسمي اللي هو الاجتهادات الشخصيه او الحياتيه. قلت الشخص اذا هو مجتهد بس ما عنده شخصيه قويه، تشتغلون على هذا الموضوع، تنمون مهاراته، تقدمون دورات، حتى الحين في حتى في المدارس وفي مع هذه قدمون تجهيز قياده ورياده نعم. في سوون دورات لتحضير قائد للمستقبل فهذا مثال طبعا نحن يمكن في جهات الحكوميه نبحث عن طلبه وندخلهم مجال التطوع من فتره متقدمه يتم ادخالهم برامج التطوع. التطوع ينمي الخبرات الداخليه، التعامل مع الاخرين، نعم. تحمس ولي جانب اجتماعية. التطوع، جانب تنميه الذات وتطوير الذات من ناحيه القراءه والكتابه والاستماع لمثلا قصص عالميه، اجتماع الى قصص نجاح اخرين، والاهم من ذلك هل الطالب له الشغف ام لا؟ مهم. طبعا لابد ان ناخذ راي و و و و ولي الامر في نعم. ذلك، نعم. ولي الامر هو عنصر اساسي لمساعدة طالب اختيار التخصص والجامعه المهمه يعطيك الف الله يعافيك شكرا كل الشكر والتقدير على هذه المعلومات والتفاصيل يعني خديجه لاحظتي من خلال حديث ضيفنا اليوم ان المبتعثين اليوم من عيال البلاد كلهم في اوروبا في امريكا في بريطانيا نعم. فهم بالفعل يستحقون هذه البعثات لانهم متفوقين يعني أكيد. نحن اذا بحسبه بسيطه في دولة الامارات هناك العديد والعديد من المتفوقين اللي يستحقوا مثل هذه البعثات أكيد طلعوا يدرسون برا ولا شو رايك اكيد راي رايك نفس ما قلت نفس ما قال استاذ انس ان الموضوع يعني تمثيل موضوع صحيح تمثيل بالفعل. ترى مو بس معلومات و وأكاديمية وتعليم <applause> التمثيل حتى أخلاق صحيح حتى الصورة العاكسة هو مرآة لدولة في عالم وبالتالي موضوع المهارات موضوع الأخلاق موضوع الأكاديمي موضوع الدراسة كلها في بشر واحد يمثل بالفعل. دولة الإمارات وهم خير ممثلين لهذه الدولة فاللهم احفظ شعب الإمارات والحكومة الرشيدة وكل من يقطن على هذه الأرض الطيبة خديجة باخذت لي موضوع آخر ولوحظ مشاهدينا مؤخرا أن العديد من المرضى يقبلون أو يقبلون على شراء وصفات وخلطات علاجية تم ترويج لها عبر المنصات الرقمية وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي خديجة شفتي أكيد عدة مرات في مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الخلطة كلها دكتور كل دكتور زي. كلهم يصيرون دكاتره طبعا هذا الشيء يعد اكيد مشاهدينا مشكله كبيره تهدد حياتهم وتعرضهم لمخاطر صحيه كثيره ولكن كيف علينا التصرف في هذه الحالات آه هذا هو السؤال والجواب في هذا التقرير لنتابع ازدادت في الاونه الاخيره ظاهره بيع الادويه والمكملات الغذائيه عبر مواقع الانترنت وحسابات التواصل الاجتماعي وقد رصدت جهات مختصه العديد من المواقع الالكترونيه والحسابات على وسائل التواصل التي تروج لتلك المنتجات باسعار منافسه مقارنه بالادويه المتوافره في الصيدليات المرخصه إضافة إلى ذلك يتم بيع خلطات عشبية تحمل ادعاءات طبية مضللة يلجأ مروجو هذه المنتجات إلى استخدام خدمات إعلانية مدفوعة لضمان وصولها إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع حذر اطباء مختصون من شراء اي منتجات دوائيه بعيدا عن الصيدليات المرخصه وذلك لمنع التعرض لمضاعفات صحيه تشكل خطرا كبيرا على حياه مستخدميها وعاده هذه المنتجات ما تكون غير امنه للاستخدام دون اشراف طبي مما قد يؤدي الى مضاعفات صحيه خطيره وقد يسبب استخدامها الى اضرار بالغه للكبد والكلى ان انتشار ظاهره بيع الادويه والمكملات الغذائيه عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يمثل تحديا صحيا واجتماعيا يستدعي تضافر الجهود للحد من مخاطرها من الضروري زياده الوعي بين الافراد وتشديد الرقابه على هذه الممارسات لضمان سلامه المجتمع وصحه افراده مشاهدين مشاهدينا اكيد نقف هنا وخلنا نسمع معاكم براي الحكيم لان درهم وقايه خير من قنطار علاج، نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور سيف درويش رئيس مجلس اداره جمعيه الامارات للصحه العامه حياك دكتور مسأل مسأل الله دكتور ومساء الخير في مساء الامارات. مساء الخير دكتور الله يحييكم الله يحييكم يا مرحبا قبل شويه كنا نتكلم انا وخديجه قالت لي الكل اصبح دكتور، اليوم الاطباء كثيرين اللي عنده شهاده واللي غير عنده شهاده، لكن اللي نشوفه اليوم اللي مش مرخص ولا هو دارس اكاديميا الطب وعلميا بدا يروج لهذه الخلطات اللي نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي السؤال هنا دكتور ما هي المخاطر الصحيه لشراء مثل هذه الخلطات اللي ممكن تكون على هذه المواقع وتعتبر مكملات غذائيه بدون ان تستشير اي طبيب وحقيقه بس انا بغيت ابدا بالتنويه اني مو برئيس مجلس إدارة الجمعية إنما حاليا يعني هو استشاري طب المجتمع والصحة العامة يا مرحبا بك الله يحييك الله يحييك طول هو حقيقة قضية الخلطات الدوائية اللي نشوفها واللي تنتشر عن طريق الإنترنت من المشكلات ربما القديمة الجديدة اللي يعني تظهر لنا في صور مختلفة فكرة التربح عن طريق الأدوية وعن طريق ربما معاناة الناس هذه فكرة قديمة وفكرة مؤسفة في حقيقة الأمر، نعم. الشخص المريض يدور أي شيء يعني قد يمكن أنه يقول لك يتعلق يعني يتعلق بقشة بقشة نعم. مم. فللأسف لما يكون في عدة ضعاف نفوس ويبدأوا في استغلال مثل هذه الحاجات يكون عدة مشكلة. نعم. أنا خلينا أبدأ بقضايا مهمة جدا لابد أن طيب. نركز عليها. طيب. في حد يقول لك طيب يا أخي أنا جربت العشبة الفلانية وهذا وفادت معي. كلمة فادت معي هل لها قيمة في عالم الطب؟ في عالم الطب ما لها قيمة للأسف. نعم. لان لكي نقول ان هذه الماده <applause> فادت في علاج شيء الفلاني تخضع لمجموعه ربما من القواعد والضوابط وشفنا هذا يمكن كنا سمعنا سمع عنه في ايام الجائحه وكذا. فكره ان الشخص جرب شيء وحس بتحسن هذا قد يكون منشاه نفسي قد يكون منشاه ربما يعني اسباب اخرى ادت الى هذا الادويه اللي هو ياخذها اعطت نتيجه بعد مده بعد فتره فما نقدر دائما نربط التجربه الشخصيه ونعممها صحيح. على كافه الناس نعم. احنا في عالم الطب دائما حذرين من قضيه تعميم الفوائد اللي ممكن نحصل عليها نعم. بعض الناس يقول لك ترى اعشاب مزروعة وطبيعية وفيها فيها شيء، وحقيقة م. الأمر هذه مشكلة، لأن كل السموم م. اللي موجودة في العالم ترى منشأها نباتات وطبيعية صحيح, صحيح. حتى الأدوية هاي. حتى الأدوية بل وال... بالعكس الدواء وهو الدواء إذا يمكن يعني انتهت فترة صلاحيته أو خزن بطريقة خاطئة يتحول إلى سم صحيح هو بس تعليقاً على كلام الدكتور يمكن مرات تجربة معينة شخصية تفيدني بس مثل ما قلت هي لا تعمم، حتى لو هي فادتني لا يعني هي تفيد الجميع، وبالتالي وحت... بس... حتى هاي. حتى حتى فكرة فادتني هذه حقيقه يعني لكم عليها اقوال ليه لان شعور الانسان بان استفاد من الشيء لا يعني انه استفاد بالشيء نعم. يعني عندنا دراسات البلاسيبو بلاسيبو معناته شو انه نيب واحد مثلا شخص ونعطيه دواء حقيقي ونجيب شخص ثاني يعطيه دواء كاذب م. ونشوف نسبه اللي استفادوا هنا ونسبه اللي استفادوا هنا بعض الادويه تحصل اللي استفادوا من الدواء الكاذب اكثر من اللي استفادوا من الدواء لانه موضوع نفسي او نفسي او نعم. للثنين نفس التاثير اذا ما في فائده من هذا الدواء الخطوة الثانية اكتشفوا بعدين لما سووا هذه التجارب ان الطبيب اللي كتب الدواء الكاذب والدواء الحقيقي طريقة تعامله مع المريض هنا وهنا تأثر على نتيجة بعد. العلاج نعم. في هذا وفي هذا نعم. فالحين صار عندنا الطريقه الثانيه اللي لا الدكتور عارف شو هو اللي يكتبه صح ولا خطا ولا المريض يعرف هل اللي اخذه هو البلاسيبو ام الدواء انا ما في معايير ومقاييس ودراسات معينه في التجارب خلينا نقول لي الطب الشعبي المسمى او الاعشاب دعم. بس بالمقابل هناك هي منظومه كلنا مسؤول نحن قله الوعي تحملنا مسؤولية وبعد الجهات المختصة أو الأماكن اللي تبيع هذه الأدوية تحملهم مسؤولية أي بمعنى في بعض الأدوية دكتور لا تحتاج لوصفة طبية وبالتالي تحصلها موجودة في الصيدليات أنا يوم أكون مريضة وسأتعلق بقشة كما اتفقنا لأني مريضة فممكن أحصل أونلاين أنا أشتري دواء أو أروح صيدلية شيء عشبي طبيعي ودواء ثاني لا يحتاج لي وصفة طبية فهذه بعد تحفز هذا السلوك الخطأ هو حقيقة الأمر شوفي في في على مستوى العالم في عندنا أدوية تنباع في الصيدليات، هذه الأدوية ربما ما تحتاج إلى وصفة طبية، قد م -م. تكون عشبية، قد تكون فيتامينات، قد تكون كذا. م -م. يعني هي فكرة أنها عشبية هذه في حد ذاتها أنا بتقول بأ... بأ... أن يعني يساء استخدامها لأن في النهاية أغلب الأدوية هي ذات منشأ يعني عشبي. نباتية وعشبية فنقول أن بعض الأدوية اللي فيها مكملات غذائية أو فيتامينات أو كذا ما تحتاج إلى وصفة علاجية. حتى هذه الادويه احنا ما ننصح ان الانسان ياخذها من نيو الدرب يسير الصيدليه ويولف لك 20 نوع وياخذهم لا طبعا مم. احنا نقول ان حتى بيستخدم هذه الادويه يكون تحت اشراف طبي يستشير على الاقل طبيب المعالج اليوم عندنا تخصص وتخصص طب الاسره طب الاسره صحيح. دوره انه يراجع مثل هذه الاشياء وان يكون يعني المريض على على صله بهذا الطبيب بحيث انه يخبرك كل الامور اللي يسويها نعم. إذا يينا لي قضية ال الدور الجهات اللي يعني ربما ترخص مثل هذه أدوية، هذه أدوية مرخصة في النهاية أو عقاقير أو مكملات مرخصة. إذا استخدمت حسب الوصفة وحسب الطريقة وبدون خلطها يعني خلط أنواع مختلفة وأشكال مختلفة فهي ما تسبب الضرر على الأقل احنا متأكدين من هذا الأمر. نعم. المصيبة فيما يباع خارج هذه المنظومة الرقابية ما يباع يعني عن طريق الانترنت وعن طريق الهال. وهذا شيء ما يمكن السيطره عليه يعني. لا يوجد دوله في العالم نجحت في انها تسيطر عليه الجهات المسؤوله ما قصرت جزاهم الله خير ولكن حقيقه الامر الم... 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 من المن عليهم المناطه بمسؤوليه الوقايه من هذا الامر هم الافراد المجتمع الافراد المجتمع ما اشترى هذا وما تعامل مع هذه لو قاطع هذه اللي يبيعون هذه المواد لن تجدها جميل جدا دكتور اليوم جوابك وداني للسؤال انا كمستهلك عادي كفرد من افراد المجتمع حالي حال الناس كيف اقدر اميز هذه الادويه آه اللي غير امنه ممكن تكون انها مكملات غذائيه مواد عشبيه خلطات مهما كانت كيف اقدر اميز انها هي غير امنه وغير مرخصه غير قابلة م... للاستخدام البشري ما, ما اي شيء تجده عليه ختم وزاره الصحه يباع في مكان مرخص يباع في مكان مخصص لبيع المكملات الغذائية ولبيع الأدوية هذا أكيد بيكون ما عليه بشكل عام الضرر رقم اثنين حتى لو بتاخذ هذا تستشير الطبيب اللي م -م. طبيب الاسره اللي تتعامل معه الدكتور <applause> دكتور المعلن الحين يلعب دور يعني خديجه اكيد واقفين الراي نحن نشوف اليوم مشاهير خلينا نقول يعلنون لبعض الخلطات اللي ممكن تكون غير مرخصه فالمجتمع ينجر على حسب الثقه بينه وبين هذا المعلن او بينه وبين هذا الانفلونسر اللي ممكن يروج لهذه كيف يعني في ما في ضوابط يعني خلينا نقول في النهايه إذا يا واحد وقال لي من مشاهير السوشيال ميديا وقال لي والله عليك بالكركم والعسل وخلطها مع حبة الس... البركة زين نعم. واستخدم كل يوم نقول يلا هذا يعني على أسوأ الإيمان هذا يعني ما ب... أنت في بيتك ما تسويها لكن تعال واشتري من عندي الخلطة الفلانية مم. هذا شيء مرفوض لأني أنا التنبي. ما أدري شو المكونات صحيح. مهما يكون ثقتك بهالإنفلونسر أنا هل هذا أنت... يعني. هل أنا متأكد من ما, ما هي مكونات هذا ال... 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 الخلطة اللي موجودة ثبت يعني كانوا بعض الخلطات اللي تعالج السكر م -م. ويقول لك ناس يستفيدوا وتعال حلل يقول لك حلل الحين وفي النهايه يكتشفوا ان يدقون دواء السكر وحطوه داخله نعم. نعم يعني نحن الحين عبر هذا المنبر قاعدين نحاول ننوه ونوعي ونوجه المشاهدين بس شو لازم يسوي المجتمع والافراد اكثر لتعزيز موضوع التوعيه كيف يعني ممكن نحن نوجههم اكثر دكتور والله منبر مثل منبر قناه الظفره دائما هو سباق الى تناول كل ما فيه يعني الفائده والتثقيف هذا المجتمع تغيير الوعي نعم. زياده الوعي لدى افراد المجتمع نعم. كل ما زدنا في الحديث عن هذه الامور طبعا تتحقق الفائده انا اقدر اقول ان اليوم التطور اللي وصلنا له في عمليه الوعي وثقافه المجتمعات اكبر بكثير من الماضي انا اتذكر قبل عشر سنوات خمس سنوات خصوصا قبل الجائحه كانت الامور أسوأ كانت الخلطات اكثر، صحيح. كان يعني يت حتى وكانت يعني على مدى يعني نقول موضه كانت تستوي، فتره تجد كل المنتجات لازم يكون فيها حبه البركه، تجد ان كل المنتجات فتره بعقبها ما ادري العسل العسل، فجاه يعني حتى العمليه الدعائيه اصبحت سيجمنتد وسويت يعني ماشيين على علم او علم التسويق بشكل منهجي، م. لان هذا يدخل عليهم دخل بالملايين. بالفعل. صحيح. خاصة الموضوع النفسي سالم يلعب دور دكتور يعني مثلا في وايد ادوية انتشرت وهي مضرة جدا تخص التنحيف أوه. تخفيف الوزن للسيدات حبوب قبل الاكل بعد الاكل ما ادري شو طبعا غير سايد افكتس اللي تسويهم اثار جانبية فبعد العامل النفسي اني انا اثق في اي شيء لاني اريد ان اكون اجمل هو هو قضيتين بارك الله فيك واحسنتي في ذكر العوامل المؤثرة احنا الممكنات هذه اللي موجودة النقطة اللي ذكرتيها العامل النفسي مهم جدا والمصيبة الأكبر اللي لابد أن احنا نقف أمامها تماما لما نربط الدين في مثل هذه الخلطات يعني للأسف كثيرا من العجل يحط لك مثل أحاديث من الرسول يحط لك نعم. يا أخوان يعني الربط ما بين يعني أن نتكسب بالدين يشتروه بثمن قليلة فهذا شيء مرفوض مرفوض مئة في يعني في أشياء معروفة في الدين أو في كذا في الأثر الواحد يسويها في بيته ما يحتاج يروح يشتري خلطات صحيح. أو يشتري أو يسوق لها أو يسوق لها أو يستخدمها في عملية التسويق صح. قضية العامل النفسي يعني للأسف احنا نعيش في زمن يعني صار فيه تزي... يعني نقدر نقول تزييف تزييف للوعي، نعم نعم احنا كلنا نبغى يعني الفنان الفلاني او الفنان الفلانية يا اخي كل واحد له خلقة الله وله يحسن من نفسه عن طريق الرياضة، عن طريق التغذية الصحية، عن والشيء وال وال ال 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 يعني اللي يدمي الفؤاد أو اللي يزعل أنه إذا التزمنا بالخضروات والفواكه العادية اللي موجودة في التغذية الصحية ومارسنا الرياضة ما بنحتاج لأي مكمل من هذه المكملات نعم. يعني في ناس يبحثون عن الشعر السيدات يعني عن الشعر هذاك اللي كذا التغذية الصحية كافية نجد أن الشباب يبحثون عن الخصة في فترة البلوغ أبا أطول أبا أطول أنا يوني وايد عضلات أو أنا يكلموني وايد على قضية الطول أقول له أرقد بما فيه الكفاية <applause> وكل النوم بما فيه الكفاية رقم واحد رقم اثنين تغذية صحية هذا اكثر من نفسية. نفسية بس, بس في عمر معين سالم تتذكر قبل ان احنا اخذنا هذا الحوار المخ. يعني فحابه اشارك الدكتور معنا في عمر معين جسم تقل نسبه امتصاصه للفيتامينات والكربوهيدرات والبروتينات من الاغذيه الطبيعيه يحتاج لمكملات لا والله لم علميا لا ما في شيء يقول بهذا الامر هاي. إن نقدر نقول في عمر معين الانسان يحتاج المكملات هاي. المكملات لا يوجد اي دليل علمي يؤكد ان استخدامه مفيد فعلا نحن صرنا اشترينا كولاجين تتذكر من الا هي. اذا كان في نقص في الفيتامينات الطبيعيه أنا سويت تحليل واكتشفت ان في نقص اي ساعتها بتروح بتاخذ الفيتامين بعد الفحص الب... بعد الفحص أي. طيب هل اذا استخدمت المكملات الغذائيه بضرني؟ اغلب الدراسات تقول انه ما بضر اذا استخدمت بالطريقه الصحيحه نعم. بس يعني مدى فائدتها لكم عليه، يا اخي لو انت خلاص شاكك ان عندك نقص في في فيتامين في في معين، روح من المصادر الطبيعيه، نعم. في النهايه المصدر الطبيعي هو المصدر اللي اللي يعني رب العباد خلق الجسم لكي يمتص هذا المصدر، نعم اذا كان الانسان ما قادر ياخذ من المصادر الطبيعيه فيك حين ممكن انه يستخدم المكملات وهو ما ترمي له خديجه دكتور هي ذكرت انه بعد الفحوصات ممكن انت اذا كان عندك نقص في هذه الحاجه ممكن تستشير طبيبك نعم طبيبنا. تستشير تعود الى طبيبك في العياده وتاخذ الفيتامينات اللي هو يوصفها لك لان عفوا ملاحظه لان في بعض الفيتامينات اذا استخدمت بشكل اكثر تسبب تضر تسبب تسمم صحيح فيها سميه صحيح هي دكتور بس بشكل بسيط ومختصر اليوم نسمع عن مصطلح الطب الشعبي والتقليدي والطب الاكاديمي ان صح القول العقاقيري نعم فكيف نحن اليوم كمجتمع نقدر نميز ما بين هي لان الطب الشعبي ممكن كانوا ابائنا واجدادنا ممكن كانوا يستفيدون منه لكن هل الفائده نفسها اليوم؟ احنا انا بقول يعني خل خلي الطب الشعبي موجود وخلي الطب العقاقيري موجود فلنتركهم ونذهب الى الصحه نركز في الصحه الصحه اني انا يعني احاول اني اقي نفسي من الاصابه بالامراض انا ليش اوصل لين الطب لين الطب خليني اركز على الصحه بامكانك الوقايه من كافه الامراض اللي يعني لها مثلا عن طريق الرياضه عن طريق التغذيه الصحيه عن طريق الالتزام بالعادات والسلوكيات نعم. لان يعني اغلب الامراض اليوم سببها سلوكي حتى اذا لا قدر الله اذا الانسان اصيب ساعتها شو بيسوي بيروح للشعبي ولا بيروح للطب يعني الحديث اكيد اذا الطب الحديث لان الطب الحديث في النهايه يعني مكون من خلال معايير تمت دراستها الطب الشعبي على عيني وراسي لكن في مرحله ما ربما كان يفيد لكن اليوم أنا أستطيع أن فائدة هو طب الحديث. لا شك في ذلك يعني إذا ابن خلدون في ذاك الزمن يعني في في مقدمته تكلم عن الطب الشعبي وتكلم وقال أن هذا يعني شيء من من اللي الواحد يتوارثه عن آباء وأجداده أجداد نعم. و... يعني... بس يبقى الموضوع نسبة وتناسب دكتور لأن حتى الطب الدوائي أو الحديث فيه تغيرات يعني تحصل في دواء يطلع في وقت معين بعد سنوات يقول لك يضر الكلى يضر الكبد. هذا من اجمل ما نجده في العلم، العلم يراجع نفسه بنفسه. يا سلام. بمعنى اليوم احنا بنجد بعض الخلطات وبعض الكذا موجوده من زمن الزامنين الى الان حتى لو كانت مضره في اعضاء اخرى، طيب. لكن الطب لا، الطب يمشي على منهجيه، قد يكون اليوم معلومه مثلا اكد عليها الطب لكن بعد الدراسه بعد التقصي بعد تكتشف يرجع ينتقد نفسه ويعدل لا لان العمليه التصحيحيه في داخله. طيب. قال <applause> لي فهمت منك دكتور في هذه الفقرة أن الدرهم وقاية خير من غنطار علاج ولا شيء أكيد 100% لا تكفي ذلك يعطيك الف عافيه دكتور سيف درويش على معلوماتك القيمه الحمد لله على السلامه. الله يسلمك تاخذ الحين لحظه ادويه طبيعيه ولا لانه مريض؟ والله لله على السلامه والله تاخذ شيء شعبي ولا دوائي؟ لا انا ما استخدمت لا طب شعبي ولا استخدمت طب دوائي مناعة ذاتيه انا يعني احاول لان حقيقه الامر أن الكولد او الفلو البرد هذا البرد هذا ياخذ مدته ويخلص ويروح صحيح لكن التغذيه اللي هي مثلا السلطه ركز ركز على ابتعد عن المقالي ابتعد عن كذا أيه. وركز على الخضروات والفواكه العاديه. الف سلامه سلام عليكم ما تشوف شر شكرا لك. طبعا مشاهدينا مستكملين فقراتنا بنروح بعد الفاصل لظاهره فلكيه مع حبيت مع انت أكيد. تشوفها مره في العمر بيخبرنا سالم عنها اكثر بعد هذا الفاصل. جانا لكم مشاهدينا مستكملين فقراتنا والعالم على موعد مع ظاهرة, فل... ظاهرة فلكية والظفرة تتكلم عنها من خلال مسائل الإمارات الأخبار منتشرة على المنصات الرقمية الناس تتكلم وتقول أن تخيل أنت قاعد على الأرض تقدر أنك تسافر للسماء لرؤية الكواكب رؤية النجوم والقمر طبعاً هذا الشيء صار في قلب مدينة البصرة في العراق حيث ينقل أحد المهتمين بعلم الفلك والنجوم والكواكب شغفه لسكان المدينة ويقدم لهم فرصة مشاهدة القمر والنجوم بالعين المجردة فقط عبر تلسكوب الخاص وبالمقابل هو جملة يرددها يقول شاهد نفسك بألف دينار فقط يا سلام يعني هو ماركتينج عنده فكرة تسويق بحتة عنده تلسكوب ريال يقول لك تعال تبغى تشوف عمرك تبى تشوف عمرك هو يقصد الع... هي. القمر يعني هي. بس هو قاعد يسوي ماركتنج حق هي. التلسكوب ماله م. عطني ألف دينار ورايك نفسك شوف القمر يا سلام. وهو بتشوف نفسك وفسر... في عمرة. يا سلام شيء جميل <applause> نعم. مشاهدينا هذا الريال فسر فكرته موضحا ان كل شخص يسعى ويرغب ان يكون القمر مثل انا اكيد خديجه او احاول ان اوفر يقول له المكان المناسب فاسعى لتوفير البيئة المثلى لذلك من خلال توفير كرسي ومكان للجلوس حيث يمكن للافراد مشاهدة القمر بحرية واسترخاء والجدير بالذكر مشاهدينا ان الشاب اكتسب معارفه الفلكية من المنصات الرقمية. خديجة تخيلي نحن قبل شوي كنا نسولف عن الترويج للخلطات اللي صح. ممكن تكون غير قانونية وغير مفيدة ومضرة لصحة الانسان. نعم. اليوم هذا الريان هذا الشاب العراقي اللي هو اسمع لي طاهر اتوقع قدر يحصل على هذه المعرفه واكتسبها من خلال المنصات الرقميه نفسها فش كثر اليوم نحن نقدر نستفيد ونجيب الفائده للمجتمع ونشوف اعمارنا ب دينار على حسب وصفه من خلال هذه المنصات شو رايك انت تروم تستفيد لانك انت قلت انت قمر نعم. فتبغى تشوف نفسك نعم. انا ما اعرف اذا اقدر الحين انا لو عرضت يعني. عليك تلسكوب قلت لك 25 درهم طالع القمر هو مكتمل بتشوفين اي طبعا بشوف صح فالريال هذه الفكره طبقها على ارض الواقع حلو شوف يوم جدين. شخص يكون عنده حب فضول او شغف في شغله يعني يصير موضوع الماده نسبي هني بالفعل. في ناس تتذكر قبل كنا نتكلم في ناس تدفع الاف الدولارات على اشياء يمكن انا اشوفها عاديه بالفعل. وفي ناس مبالغ زهيده على بالفعل. متعه دقيقه مثلا الموضوع نفسه فحسب. في يوم تكلمنا عن موضوع انك تشتري كوكب تشتري صحيح بالضبط في السماء نعم. طبعا مشاهدينا مو بس هذا الشاب العراقي ينتظر هذه الظواهر الفلكية عشان يشوفها وايدين من الناس عندهم هذا الحدث الفلكي نادر وما يشوفه الشخص سوى مره واحده في عمره وتسمى هذه الظاهره بظاهره اصطفاف الكواكب واللي يمكن مشاهدتها من بعض الدول العربيه فقط بالعين المجرده يا سلام. دون تلسكوب يا سلام جميل ممكن. جدا ومن المنتظر مشاهدينا ان تبدا الظاهره الفلكيه النادره بالحدوث من تاريخ 3 يونيو الجاري لكن ما هي تفاصيل هذه الظاهره وحقيقتها نشوف مع بعض هذه الماده ونعود لتفسيرات المختصين كما عودناكم وتفسيرات علمية طبعا ويانا بنتكلم عبر الزوم مع ضيفنا الخبير في علم الفلك عماد مجاهد زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك مساء الخير يا مرحبا الساعة مساء الخير <applause> مساء النور يا هلا وسهلا يعطيكم العافيه عافيك ربي ظاهره نادره استاذي تشهدها سماء الدول العربيه الليله شو هي هذه الكواكب اللي نقدر ان نحن نشوفها في سمائنا وكيف بتصطف لان نبغى نصطف ونشاهد هذا الاصطفاف شكرا لكم على هذا الاهتمام وعلى هذا اللقاء وعلى هذا الاهتمام بهذا الموضوع الفلكي الجميل طبعا اصطفاف الكواكب حالة مألوفة في علم الفلك ولكن النادر فيه أن يكون ست كواكب في حالة اصطفاء ما شاء الله يعني مش كوكبين مش كوكبين راح يصطفوا لا ستة كواكب سيارة وراح ينضم بينهم القمر الليلة وبكرة الليلة وبعد بكرة يعني بكرة الصبح وبعد بكرة راح القمر ينضم لهم كمان <مشاء الله> فبصير لنا سبع أجرام سماوية على خط واحد في السماء يا <مشاء> سلام <الله> فعندنا كوكب عطارد كوكب المريخ كوكب المشتري كوكب زحل وأرانس ونبتون هاي الاقمار راح تكون على خط واحد ان شاء الله تعالى الليله القا... الليله القا... يعني بعد منتصف الليل وفجر غدا الثلاثاء وايضا الاربعاء نعم فاللي بيصحى الصبح اللي بيصحى بجباك قبل الفجر بيستطيع انه يشوف نجوم مصطفى على خط واحد تقريبا هذه مش نجوم هاي كواكب السياره اللي حكيتها عطارد والمريخ وزحل واورانوس والمشتري نعم بالاضافه القمر. يا سمان جميل, سمان جميل جدا يعني هذه الظاهره الفلكيه تتكرر لكن من النادر انها تكون ست كواكب مثل ما ذكرت لكن استاذ مجاهد تبقى ظاهره فلكيه سؤال هنا طال عمرك هل هناك اي تاثيرات على كوكبنا جراء هذه الظاهره النادره لان في بعض الاحيان نسمع ان في ظاهره فلكيه بسببها صار هذا الفيضان صار هذا الزلزال فنطمن نطمن ونطمن ايضا المشاهد هل هناك اي تاثيرات ام لا يعني معروف انه في احد الجيولوجيين في العالم اللي بيقول انه يتنبا بالزلازل من خلال اصطفاف الكواكب نعم yeah. وما انا من نسيان اسمه لكن حقيقه في علم الفلك يؤكد علم الفلك ان اصطفاف الكواكب ليس له اي تاثير على الارض الحمد لله. لا على الزلازل ولا على البراكين ولا على الكوارث الطبيعيه اللي بتصير يعني مثلا طائره سقطت لا سمح الله زلزال، بركان، حادث سير مروّع نعم. آه يعني من هذه الأحاديث للأسف الشديد بعض الناس خاصة المنجمين بربط بين الأحداث الفلكية هذه وما بين الكوارث اللي بتصير على الأرض نعم إحنا بعلم الفلك ننسيها جملة وتفصيلاً ما في أي علاقة ما بين الكواكب السيرة والصفافة وهي الأمور نعم. لأنه حقيقة الكواكب السيرة بعيدة جداً عن الأرض نعم وتاثيرها قد يكون معدوم. يعني احنا هل تعلموا ان سياره سياره بتسو... بتمشي على الارض بتاثر اكثر من هاي الكواكب. نعم. لانها تلامس الارض بس حتى ما لها تاثير على المزاج، على النفسيه، على حتى حتى على المستوى النفسي لا تؤثر؟ لا تؤثر ابدا ابدا ما في اي تمام. تاثير لانه انه تصوروا اذا انا انا هاي الكواكب اذا انا بدي اشوفها بشوفها على شكل نجم لامع. نعم. بعيده جدا. بطلع عليها بالتلسكوب حتى اشوف تفاصيلها، نعم. كيف بدها تاثر على الارض وتحرك تعمل عندي تاثير على الانسان وعلى المشاعر لانه في هناك نعم من يقول انه الكواكب والاصطفاف بالضبط عشان شي سالتك، على... طيب بما انه ما, ما في تبعات ما في تبعات لا حوادث ولا كوارث طبيعيه ولا نفسيه ولا غيره، المسببات عيل ليش تحدث او يحدث هذا الاصطفاف؟ هلا كل كوكب بيدور حول الشمس بسرعه معينه نعم ومده معينه ومتر معين نعم بالتالي عم 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 حقيقه يعني بتخلي الكواكب فتره كلها على الخطوات خط مستقيم الكواكب السياره كل كوكب له سرعه معينه نعم بدور حول الشمس وفتره معينه يعني مثلا الارض 350 يوم بدور حول الشمس كوكب المريخ 6 700 يوم المشتري بثلاث اربع سنوات نعم حتى انه يدور دوره كامله No. هاي السرعات بتخلي احيانا الكواكب كلها تلتقي على خط واحد تقريبا نعم من بنسميه اصطفاف الكواكب باللغه الانجليزيه كونجنكشن نعم باللغه الانجليزيه وبالتالي هذا الاصطفاف يحدث كل فتره ولكن انه تصطف ست كواكب مره واحده هون هاي الحاله النادره يا سلام، بس بيكون منظر ولا نعم. اجمل نعم ممكن يصطف كوكبين ثلاث كواكب يصطفوا ممكن، لكن ست كواكب هاي حاله نادره جدا جميل. يا سلام جميل جدا، يعني مثل ما ذكرت قبل شوي انه بيكون منظر ومشهد ولا اجمل، اصطفاف ست كواكب ممكن ان تراها في العين المجرده، لكن هناك سؤال ويقول عالم الفلك في المرصد الفلكي في جرينتش ان من الممكن استاذ عماد رؤيه كواكب اكثر من غيرها، كيف ذلك؟ اليوم مصطفى هذه الكواكب، هل هناك كواكب نقدر ان أنرا... نراها بوضوح أكثر من كواكب أخرى في هذا الاصطفاف؟ يعني اورانوس ونبسون اورانوس ونبسون ما بتشوف بالعين بتحتاج لتلسكوب نعم هو ضمن ضمن الكواكب الاصطفاف الستة لكن المشتري والمريخ وعطارد وزحل نعم. هاي بتبين على شكل نجوم لامعة في السماء نعم, نعم. بالعين المجرد يعني طبعا التلسكوب بيجيب توضيح أقصى يعني لما نطلع بالتلسكوب على كوكب زحل بنشوف الحلقات حوله جميل لما نطلع على المشتري بنشوف بنشوف الاقمار حوله واضحه نعم. لما نطلع على المريخ بنشوف قرص احمر نعم. لكن اورانوس ونبتون ما بنشوفهم الا بالتلسكوب على شكل نقاط اذا المسافه والحجم للكوكب نفسه تؤثر على الرؤيه اي ساعه تقريبا يعني بالضبط اذا تقدر تحدد استاذ اذا حابه اني اشوف هذا الاصطفاف من ليله اليوم ثلاثة فجرا اليوم ليلة فجرا توقيت الامارات بعد الثلاثة في الليل نعم خلاص راح اشوف اتابع الموضوع واصور ان شاء الله حق المشاهدين اذا شفت هذا الاصطفاف كل الشكر لك الخبير حدث جميل سلامة. نعم حدث جميل احنا احنا انا دائما بقول تاخذنيش دائما بقول انه احنا لازم نرجع للطبيعه اكيد الان لما, ناخد لما كنا ناخذ ناس عاديين احنا لمناطق الرصد الصحراء ولا مناطق الرصد الخاليه نفرجيهم بالتلسكوب نفرجيهم انه من مجرة ثاني يوم بيقولوا احنا رجعنا بنفسية ثانية يعني غيرنا المزاج للأحسن مزاجنا تغير يعني, يعني هذا الاصطفاف لن يؤثر بيطلع على <أهي> يعني هذا الاصطفاف لم لن يؤثر على النفسيه بشكل مباشر بس سيؤثر بشكل ايجابي لرؤيته وبالتالي في تاثير حلو بالضبط. فرح نشوفه خلاص وعد بنشوفه اليوم الساعه ثلاث فجرا توقيت الامارات الخبير طبعا في علم الفلك عماد مجاهد زميل الجمعيه الفلكيه الملكيه البريطانيه وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك لك كل الشكر كل شكر وتقدير لك استاذ عماد يعطيك العافيه شكرا شكرا لك شكرا, 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 شكرا لك لازم نشوف اليوم أكيد اذا رقدت حط الالارم الالارم لازم منبه ضروري. انك تنش تشوفه بس قال الاستاذ عماد كلمه وايد حلوه ودائما انا ما استشهد فيها في يعني في بعض المواقف وبعض الاحيان ان احنا لازم نرجع للطبيعه انا دائما اقول وي بيلونج تو ذا ماذر ناتشرال يعني احنا يعني خلاص ننتمي ننتمي للطبيعه للارض اليوم وللطبيعه وقال ان اخذ بعض الناس وخلاهم يشوفون الكواكب باستخدام التلسكوب ورجعوا بنفسيه غير بشوف اشوف انا اليوم بسوي تجربه حيه حلو اذا يمديك تصورين فيديو بسيط ممكن نعرضه باكر المشاهدين. بصور نعم ان شاء الله وبقولكم التاثير النفسي اذا فعلا شعرت بشيء او لا وتأكون صادقه خلاص تمام, تمام. نتريا تمام لكن اليوم شو يصادف خديجه؟ قولي لي شو يصادف؟ اليوم يصادف طال عمرك اليوم العالمي للدرجات الهوائيه يا سلام اللي هو يعني له عشاق وايد اكيد الكثير والكثير انا من اولهم إيه اكيد خديجه نعم كي لها سنتين ما ما سكتت بس, بس موجوده هني الوقت يحكم ويضبط انت ما شاء الله عليك مقدمين هذا البرنامج عند الجامعه لكن هي اليوم استخدام هذه الدراجه في بعض الدول قالت م. خلاص نحن ما نبغى سيائر طبعا نسوي لكم شوارع خاصه بالدراجات في فيهوائية. اوروبا اي نعم موجود اه اتوقع هولندا طبقت هذا القرار إن في مسارات واسبانيا في م. مسارات خاصه لمرتادي ومستخدمي الدراجات الهوائية. الهوائيه لما لها فائده على البيئه وعلى الانسان بنفس الوقت 100% شو اكيد شوف هذه الحركه الميكانيكيه لل الجهاز نفسه كدراجه هوائيه ولجسم الانسان فيزيولوجياً مثل ما قلت استدامه بيئيه ما في انبعاثات كربون أبداً. ما في بترول صحيح. ما في حرق وفي حرق من نوع اخر للحريرات سعرات الحريريه لهذا الشخص وبالتالي هو يسوي رياضه هو يغير نفسيته بالفعل. هو يحرك عضلاته وهو يوفر وقود ويوفر اذيه ان كانت شخصيه او مرحين. للاخر بالضبط نعم خاصه يوم يكون الجو حلو نستغل يعني ولو ساعه ساعتين في اليوم نروح مشوار جريب مثلا لازم شوي نغير هذه الثقافه لان هي ثقافه مجتمع يعني احنا <applause> هني في الامارات بعدها يعني هي موجوده كرياضه طبعا ويصير في ماراثونات وسباقات والى اخره ولكن لا تمارس بشكل فردي ويومي فلازم شوي ننمي هذه الثقافه ونصير نحتفل كافراد بيوم الدراجه الهوائيه اكيد اليوم في عده مسارات في دوله الامارات يمكن يبلغ طولها 50 كيلو متر صحيح نعم فلاحظ اليوم في فصل الشتاء في دوله الامارات تحصلين اهل البلاد وغير اهل البلاد نعم. كلهم في هذه المسارات وعلى شكل على شكل شك جروبات ممكن يوصلون لين 20 30 نفر يستخدمون هذه الدراجات في هذه حتى المسارات حتى القادة الرشيدة تشارك في بعض الأحيان صحيح. في سباقات وتشجع الأفراد يعني ما لها من نعم. فائدة صحية وأصلاً أكيد أثرها بيئة. على البيئة، نحن بنروح فاصل بس يل. ما بنستخدم دراجة هوائية كيف بنروح؟ بنروح بل... عبر الأقمار الصناعية عبر, الصناعي ع... عبر الأقمار الصناعية، <applause> أكيد مشاهدينا مستمرين أنا وخديجة في هذه الحلقة المميزة واللي فيها العديد من المواضيع اللي بتهمكم تريونا بعد هذا الفاصل يلا يا مرحبا بكم مشاهدينا مرحبا مليار في ذمتها ولا أي سدن راضيه خديجه هذا الترحيب اللي نعم تحبينه دائما مشاهدينا الى الشباب الامارات ودعم دولتنا الحبيبه الدائم لكل فرد يسعى الى تطوير افكاره وترجمتها إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع، تعكس رؤى هذا الجيل الجديد ودوره في التنمية وأيضاً الابتكار يا خديجة. نعم سالم وضيفنا اختار شيء أنا شخصياً وايد أحبه اللي هو الجمع بين عملية الترفيه والتعليم إلى جانب الفوائد على الصعيدين الاجتماعي والريادي. السؤال شو قصة هذه اللعبة اللي تحولت من مشروع محلي إلى مشروع ينافس السوق العالمي؟ علي البستكي سيجيب على هذا السؤال في استديوهات الظفره وهو رائد اعمال، مساء الخير علي. يا مرحبا و يا حياكم أه الله، الله يسلمكم ان شاء الله. في اسباب دفعتك لتطوير هذه اللعبه بشكل يعني بين التعليم والترفيه، فقبل ما نعرف شو هي اللعبه، نعم. شو الاسباب؟ لان يهمني انا الخلفيات العلميه هذه اللي تؤدي للابتكارات والرياده والابداع. صحيح نعم. بسم الله الرحمن الرحيم في البدايه اشكركم على استضافتي ودعوتي من أول. لهذا البرنامج الطيب وجودنا معكم يسعدنا يا مرحبا. وان شاء الله يكون وجودنا بعد له من الفائده للمستمعين الكرام في البدايه قبل ان نتكلم عن اللعبه نتكلم عن راكس المقهى اللي فتحناه أنا وأخواني محمد وماجد نعم. من, من تقريباً أربع سنين نعم. اللي هو مقهى مختص للألعاب اللوحية بشكل عام نعم. هو مقهى يعني فيه مجموعة واسعة من هذه الألعاب المتاحة للعب جميل. بالإضافة إلى المأكولات والمشروبات المميزة ليش؟ يعني هدفنا فراكس هو تعزيز الحوار والتواصل المرح بين الأصدقاء بين الأهل وحتى بين الغرباء صحيح تعرفوا اليوم من السهل الواحد يضيع بالتكنولوجيا والمشتتات لكن فراكس نحن نحب دائما ان نجمع الناس على طاوله واحده نشجع الحوار نشجع التواصل المرح اللي اللي يخلق ذكريات صح. سعيده جميل حتى يردك للماضي الماضي الماضي الزمان هذا اللي كنا نلعب فيه مثلا بالله. بالاحجار نلعب فيها بس علي ما وجهت بعض التحديات اليوم نحن عصر, عصر خلينا نقول الرقمنه عصر التكنولوجيا عصر أه. الالعاب الالكترونيه البلاي ستيشن اكس بوكس وما الى شابه اليوم ممكن انا اصير مقهى احصل البلاي ستيشن اتم العب ساعتين صح أه. هل شفت الاقبال هذا من الناس على هذه الالعاب اللوحيه في مقهاك؟ الحمد لله نعم شوف انا من جيل التسعينات نعم. نحن جيلنا ربينا و و ونشانا على مرحلتين صحيح. مختلفتين بالفعل والفاصل بين هالمرحلتين احب اسميه الانفجار العظيم للسوشيال ميديا نعم ومواقع التواصل الاجتماعي قبل هذا الانفجار العظيم كان اغلب تواصلنا حقيقي العابنا حتى الالعاب الالكترونيه كان كنا موصلين بوايرات فكان في تواصل حقيقي بيننا لكن بعد هذا الانفجار العظيم قامت تظهر لنا ظواهر شوي غريبه قمنا نيلس في الميالس مرات وتشوف الاهل تشوف الربع كلهم موجودين جسديا لكن فكريا كل واحد في عالم مختلف صحيح للاسف نعم ف كان في يعني في في مقهى راكس وخاصه الالعاب اللوحيه شفناها اداه جدا جميلة تجبر كل اللي حولها يشاركون على المشاركة على اللعب على التواصل الحقيقي هذا اللي اشتقنا له من صار سمع. عندي فضول اعرف شو تفاصيل هالمشاركه يعني اللي بتخلي الكل يشارك ويركز معك خبرنا عنها اللعبه؟ ايه لو سمحت لعبه الشارجه بعد ما فتحنا المشروع تمام. طبعا عندنا نحن في راكس اكثر من 700 لعبه مختلفه من الالعاب اللوحيه نعم. ممكن تراوينا اياها وانت تسولف علينا خلاص والمشاهدين اكيد يبون يشوفون هذه اللعبه نعم. فبعد ما فتحنا المشروع يعني اخوي محمد نعم. آه بعد ما شاف ان في كثير من الالعاب اللي كانت تروج لمدن وثقافات مختلفه نعم ف يعني وقال لي ليش ما نسوي لعبه آه تروج لامارتنا وثقافتنا الاماراتيه فكانت فكره هاي آه آه هاي كانت يعني نقطه البدايه ونقطة الانطلاق لفكره آه مشروع لعبه الشارقه والحمد لله اشتغلنا عليها مده اكثر من سنتين من مم. العمل الجاد والبحث والتطوير مم. وطلعنا بحمد الله بها هذه اللعبة اللي نحن فخورين بها بطريقة حان. لعبها في حد فيها وحد يخسر فيها ما شروطها؟ كيف كيف تلعب؟ نعم فكرتها أنك ترجع للزمن مم. لسنة 78 نعم ديج السنة بالتحديد كان السوق المركزي توه مبنى واللاعبين بيتنافسون كتجار حلو على شراء المحلات التجارية وملء السوق يا سلام ومن يمتلي السوق يخلص الجيم واللاعب صاحب اكثر عدد من النقاط بيفوز وبيتوج اكبر ساجر طيب في السوق وشو التولز اللي داخل مثلا كروت خلينا نقول ادوات شو, شو 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 اللي موجودة. الموجود لوح اللعبه نعم. اذا بنقدر نستعرضها نعم اكيد لوح اللعبه اللي هو عباره عن صوره افقيه لل... للسوق المركزي نفسه ممتاز وبعدين عندكم القطع الـ لـ لـ عندكم المحلات التجاريه المختلفه اللي مستلهمه من السوق نفسه نعم عندكم مثل ما تشوفون هي. نرفعها بس ما عليك امر علي يعني يعني الورقه نفسها بس وحده اذا هي. اذا بس عشان نفهم يعني عندكم المحلات تم. التجاريه اللي المحلات. موجوده في السوق تصميمها طبعا كان مستلهم من الـ الـ المحلات الموجوده فعلا في فوق السوق. اكثر شوي ما عليك امر هذه ايه خلاص ممتاز عندكم محلات المجوهرات الالكترونيات السجاد الانتيكس والتحف نعم. والموضه فهذه المحلات هي فعلا المحلات اللي موجوده في السوق فالواحد بيشتري هذه المحلات وبيعبئ السوق من خلال بطائق الدراهم هذه بطائق الدراهم لان مثل ما قلت لكم نرجع للزمن لسنه 78 نعم فهذه الدراهم هي مصممه على نفس شكل الدراهم الاماراتيه اللي استخدمت في نهايه السبعينات نفس زمن اللعبه هذه فتصميمها والوانها هي نفس التصميم للبيزات الاماراتيه الجديده القبر فترجعك شويه للماضي وتلعبها يعني فيها فيها من روح المنافسه فيها من روح رياده الاعمال صحيح فيها قيم جميله تطلع منها من من هاي اللعبه من هال تعرف كيف تقتنص الفرص، تعرف كيف تستغل مواردك بشكل صحيح, صحيح. صحيح. يا سلام. وغيرها من القيم اللي مثل ما تقولون تروج لريادة الأعمال نعم. وتأصل رائد الأعمال نعم. يعني هي تتقاطع مع الأصالة والعراقة والذكاء وعصر العشرين أربعة ويعني الريادة يعني. والابتكار والإبداع الابداع اوروبا شي يخصها يا علي؟ نحن ندري قاعدين نتكلم عن الشارجه وقاعدين نتكلم عن هذه اللعبه، لا انا اللي بعطيك هالنظره مو بنت، انا اللي استغرب. انت سافرت اوروبا نعم. وصار وياك شيء هناك خلاك تي متاثر بالشيء اللي صار وياك هناك فادى الى ما نراه اليوم هنا. فانا ف... المستغربه فاحتاج الى جواب. فعلا فعلا نعم. يوم اخوياني يعني وقال لي عن فكره المشروع ذكرت تجربه خطتها انا شخصيا. في 2015 شو كانت؟ آه كنت في ألمانيا وكانت في برنامج آه دراسي مدة ست شهور نعم. وكان من ضمن هذا البرنامج يطلب مني أني أعيش مع عائلة ألمانية نعم. حلو. في هناك قابلت العائلة تفاجأت أن بيننا حاجز لغة تمام. لغتهم الإنجليزية كانت ضعيفة وأنا كذلك لغتي الألمانية كانت ضعيفة نعم. فقلت في نفسي حين بجلس وياهم كم من شهر كيف بتواصل وياهم نحن ثقافات مختلفة فكنت شوي متخوف لكن من صرت عندهم البيت كنا نجلس بشكل شبه يومي <applause> وكان عندهم رف مليء بهذه الالعاب اللوحيه <applause> فقرب العشاء كنا نجلس مع العائله كامله على طاوله واحده وكنا نلعب هذه الالعاب تمام <applause> فكانت هاي الالعاب تجبرنا على التواصل ومنها بديت اتعرف عليهم اتعرف على ثقافتهم طريقه تفكيرهم كلامهم وهم كذلك قاموا يتعرفوا علي نعم. على طريقة تفكيري وعلى فكري وثقافتي واحدة من هذه الالعاب اللي كنا نلعبها اسمها مراكش تمام فكره اللعبه انك تسير لسوق سجاد مغربي نعم والشخصيه الرئيسيه اسمها عزام نعم بشنب وطربوش نعم حلو اللعبه جدا ممتعه لكن ونحن ياسين نلعبها كنا دائما ما نتكلم عن الثقافه المغربيه <applause> الثقافة العربيه <applause> واختلاف الثقافات <applause> نعم يعني بشكل عام نعم فاثرت يعني هاي اللعبه كانت دائما ما تثري هذا النوع من المعلومات والثقافه بالضبط فذكرتني يوم قال لي محمد عن فكره لعبه الشاجة تذكرت هذه هذه التجربه الجميله اللي عشتها <applause> مع العائله الالمانيه فقلت لازم نسوي فكره مماثله في لعبه الشارقه يعني انت طبقت 100% علي الحاجه ام الاختراع حاجتك للتواصل بسبب اختلاف اللغات ادت لابداع وصلنا لهذا الابتكار واليوم نحن انت سمعت عن سوق مراكش يمكن من خلال اللعبه اللي شفتها في عند بيت هي. العائله الالمانيه بالضبط. اللي هو وصلهم عن طريق لعبه واليوم بالضبط. تتوصل بالضبط. توصل سوق الشارج المركزي عن طريق لعبه بالضبط هذه كانت رؤيتنا من البدايه كنا نعم. نبغى آه ننشر ثقافتنا الاماراتيه العريقه نعم. وإماراتنا الباسمه للعالم جميل عن طريق لعبه لوحيه بمواصفات عالميه ان حتى الالمان واللي 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 والشرق اسيويين والاوروبيين والامريكان وكل العالم يقدرون يلعبون ويتعرفون على ثقافتنا ويتعرفون على آم آ آ آ آ آ امارتنا الباسمه نعم أه علي اسالك سؤال جاوبني بنعم او لا وبروح للسؤال اللي بوجه لك يا. انت نعم سعيد بالمشروع هذا نعم جميل 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 الحمد لله جدا لله علي كل مشروع يبصر النور وانت سعيد فيه اليوم يحتاج الى دعم. خلينا نتكلم نعم. اليوم عن دور الجهات المعنيه والحكوميه في دوله الامارات اللي يدعمون افراد المجتمع وخاصه الشباب لتمكينهم في ترجمه افكارهم ومشاريعهم على ارض الواقع. شو الدعم اللي تقدم لك؟ الحمد لله <applause> في لعبه الشارقه كان ل طبعا دعم الاهل ودعم الاصدقاء كان كبير وكان حافز لنا بشكل دايم لكن بنفس الوقت كان الدعم اللي حصلناه من مركز الشارقه لرياده الاعمال برئاسه الشيخ بدور بن سلطان القاسمي كان بمثابه نبراس انار لنا الطريق ومهد لنا الطريق جميل لانشاء هذه اللعبه جميل ساعدونا في كثير من الامور من توصل الجهات المعنيه حتى اطلاق اللعبه اطلقناه في مهرجان الشارقه لرياده الاعمال اللي هو مهرجان ينظمه هذا المركز بشكل سنوي وكان له يعني الحمد لله في هذا المهرجان آه لاقت اللعبه صدى واسع والحمد لله آه يعني كانت آه متماشيه مع رؤى اللعبه هذا فكان المهرجان والمركز بشكل عام دور كبير والناس اللي هناك ما قصروا ويانا والحمد لله. نعم. فضل من الله ولا استخد... ولا من هل الافضل بيقدر. ان شاء الله برجع حق شغله استاذ علي تكلم عنها سالم في بدايه الفقره وياك قال ان عصر الحين البلاي ستيشن والالعاب اللي ست ساعات انت ما تحس بالوقت واجهت صعوبه بما يخص جيل الذكاء الاصطناعي جينيريشن زي م. اللي نتكلم عنها اليومين العالم الافتراضي وكل شيء الحين ارتفش قاعد يصير والاي اي وكل هذه الامور واجهت صعوبه في اقبالها لهذا النوع من ال ألعاب اللي يدوية، فكرية، ثقافية، ريادية، فيها هدف تاريخي، فيها هدف أصيل مثل ما قلنا، فكيف الشباب استوعبوا ويعني حبوا هذا الموضوع؟ نعم، في خلال عملنا على هذه اللعبة كانت من أهم الأشياء أن تكون لعبة عالمية. وعشان نوصلها للمستوى العالمي اللي الناس تتقبله والناس تحبه والناس تقدر تلعبه وتستانس فيه آه، واجهنا كثير من التحديات نعم. آه، كنا جديدين على هذا المجال نعم. فاضطرينا نسافر للخارج نحضر المعارض العالمية المختصة في الألعاب آه، اللوحية نقابل مصممي ألعاب عالميين نأخذ منهم خبرتهم والحمد لله قدرنا نطور لعبة نحن فخورين بها نعم. وهذه اللعبة يعني الجيل الجديد عشان تيلس وياه تواصل وياه آه، تيب لعبة وتلعب معاه و... وانه يشارك معاك لعبه هذا يكسر كثير من الحواجز فالكبير يتواصل مع الصغير خلال لعبه فكانت الحمد لله يعني الاقبال كان من من كافه فئات المجتمع تشوف الكبير يلعبها وتشوف الصغير يلعبها حلو والحمد لله كونها لعبه فالواحد يستانس حتى الصغير اللي جالس على الايباد ولا هذا تقول له تعال قم بنلعب لعبه انا وياك يستانس يتحمس أيه يتحمس, ويستانس ويلعب بعدين اللعبه هذه مش مش الا لعبه مجرد لعبه لا مثل ما ذكرت قبل شوي خديجه فيها ابتكار فيها توعيه فيها تثقيف فيها تعريف عن الماضي في اماره الشارقه من خلال هذا السوق المركزي اكيد كل الشكر لك رائد الاعمال الاماراتيه علي البستكي على هذه الجهود اللي من خلالها تبى توصل خلينا نقول الثقافة الإماراتية وبالتحديد ثقافة السوق والتجار الإماراتيين في سوق الشارقة المركزي إلى كل الشكر والتقدير العافية يعطيكم يعني العافية شكرا لك إن شاء الله خديجة طلعي فاصل أنا بجيب اللعبة أحطها هنا عبد الله بقول نفس الشيء تخسرني؟ بسرعة فاصل مو قادرة أتحمل مشاهدينا فاصل بغلبها <applause> رجعنا لكم مشاهدينا مستكملين فقراتنا ما لعبنا لعبة اللوح بس اكيد اذا لعبناها انا بفوز ومن حديثنا عن الالعاب اللوحية العقلية الابتكارية الريادية الى العاب اخرى عضلية تحتاج لحركة جسدية ونتكلم عن نقل قصة الرياضات العالمية الشهيرة كيف بدت؟ في فكره بسيطه يا سالم شوفي انت بتغلبيني في انا ادري معلق هناك انا لا محبستك من بدايه المقدمه <applause> <applause> انا انت بتفوزين باللعبه اللوحيه لكن انا في هذه الرياضه مشاهدينا بغلب خديجه 100% في السلة والى رياضة كرة السلة هذه اللعبة الشعبية اللي تمارس بشكل تنافسي ضمن صالات رياضية لكن مشاهدينا ما هي القواعد نتعرف اكيد ويا ضيفنا لكن بعد متابعة هذه المادة عن نفس الرياضة يبدأ تاريخ كرة السلة في عام 1891 مع الدكتور جيمس نايسمث وهو أستاذ التربية البدنية الذي لاحظ بانه مع الطقس البارد تم وضع حد للرياضات الخارجيه ككره القدم الامريكيه وكره القاعده البيسبول وبدا صبر الطلاب بالنفاذ وراحوا يعبرون عن تململهم جراء النشاطات المحدوده المتوفره في صاله التدريب حاول الدكتور نايسميث العثور على حل لتلك المعضله التي لا بد لاحد من اختراع رياضه جديده تلعب داخل الصاله لوثر غوليك وهو مدير برنامج التربيه البدنيه في الجمعيه انذاك ابدا اعجابه بهذه الفكره ووضع فورا قائمه بالشروط المطلوبه لهذه اللعبه والتي نصت على ان تكون اللعبه تنافسيه تتطلب المهاره وتمرن كامل الجسم بلا عنف لذا قرر ان على اللاعبين ان يستخدموا في هذه اللعبه ايديهم فقط ولا يجوز للاعب التحرك اثناء امساكه بالكره وان الشرط في هذه اللعبه لتحريك الكره هو رميها فقط ولاحظ الدكتور نايسميث ان العنف في الرياضات الخارجيه يكون على اشده قرب الهدف لذلك قرر ان يكون الهدف سله معلقه فوق رؤوس اللاعبين وعليهم ان يرموا الكره الى داخلها وبهذا اتى اخيرا بفكره للعبه جديده تولع بها الشبان واسماها بكره السله وعن كرة السلة نرحب بضيفنا في الاستوديو كرم دهني لاعب ومدرب كرة السلة مساء الخير مساء النور يا كرم يعطيكم العافية شكرا بقى على الاستضافة الحلوة نور واجب كرم خبرنا عن قواعد كرة السلة وكيف تحولت من لعبة إلى شيء عالمي رياضي وما هي قواعدها وأصولها ومتى أول مرة أعطيني تاريخ كرة <applause> السلة في كم من جملة تمام <applause> <applause> كلنا شفنا كيف بلشت بالريبورتاج كيف بلشت لعبه كره السله عن طريق فكره عفويه باستاذ رياضه بمدرسه بده يعني خطر له فكره انه هو يقوم بتدريب الطلاب داخل صاله مغلقه بامريكا تحولت هذه الفكره العفويه من سله فواكه من سله فواكه خشبيه الى لعبه عالميه تطورت سنه بعد سنه آه تم تأسيسها عن طريق أستاذ الرياضة جيمس نايسميث سميث نعم. آه عام 1891 آه بعدها بسنة بلشت اللعبة خلال المدرسة صار في صير في دوري على مستوى المدرسة السنة اللي بعدها صار في يصير دوري على مستوى الجامعات الأمريكية أو الجامعات الكندية آه أكيد في أي شيء جديد بيصير فيه تنافس دخلوا رابطين للتنافس لوضع أنظمة أو كيفية لعب كرة السلة سنة بعد سنة جيل بعد جيل تطورت إلى أن أنشأت أول رابطة بالولايات المتحدة الأمريكية للمحترفين عام 1946 الـ NBA وحاليا كلياتنا بنعرف الـ NBA <applause> و <يتنا> <applause> <الـ> والمؤسسة <applause> الضخمة المؤسسة التجارية صارت ضخمة صارت حديث أي شخص رياضي <applause> أي متابع لكرة السلة وجيل بعد جيل ان شاء الله عم تتطور اكثر حتى على نعم. مستوى اسيويا حتى على مستوى عربيا على مستوى اذا عالمي نحكي بلدان انا بسوريا مثلا صارت اللعبه نمبر 1 عندك في لبنان نفس الشيء صارت اللعبه نمبر 1 هي كره السله نعم وأنا فرق يعني محترفه بهذه نعم اللعبه نعم نعم على المستوى العربي اليوم نتكلم عن كره السله فلا بد ان اليد لها اهميه في هذه اللعبه فاحس انه شوي الموضوع اصعب من انك انت تركل الكره اكيد صح ولا لا ما هي اليوم خلينا نكون شوي دقيقين تكنيكات هذه اللعبه باستخدام اليد هلا لا يقدر اللاعب ينفذ حركه معينه بدريبلينج اكيد رح يلجا رح نعمل تطوير لحساسيه الكره نعم نحن اكيد حساسيه الكره هي بالمرتبه الاولى نعم. لا تقدر تتحكم في الكره رانينج او جامبينج بس في أو شيء أو ثاني كثير مم. مهم انه انت بلعبه كره السله انت اوريدي عم تعمل دريبل بس انت عم ما عينك عم تشوف على السله الكرة. انت عم تشوف السله وعم مم. تشوف اصدقائك وعم تشوف فريق الخصم منافس تماما فانت اليوم بحاجه لتوافق عضلي عصبي كتير كبير صحيح اكيد نحن الحساسيه بس كمان ان رؤيه الملعب والدربلينغ هذا شيء كتير صعب بمحتاج لتنميه التوافق العضلي العصبي عند اللاعب. يعني اكيد كرم الطول عامل اساسي للاعب كره السله في موضوع كره السله بحكم ان السله تكون فوق أكيد. مثل ما شفنا في التقرير فوق الراس يعني <applause> مش إيه. تحت. وايدين ناس يسالون مثلا سالم بحكم انه ما شاء الله طويل هل تلعب سله؟ ولكن مم. هنا ذكرت هذا المثال عشان اقول الطول مش دائما هو مقياس للعب كره السله، وبالتالي انت شو اللي خلاك تدش هذا المجال تلعبه؟ هل كان شغف طفولة هل كانت لعبة حارة وتطورت كيف بدأت معك؟ هل أول شيء كرة السلة أكيد الأدفانتج فيها للطول طوال القامة أكيد يعني. بس بكرة السلة في خمس لاعبين كل لاعب يتميز بشيء معين بالضبط لاعب يتميز بالسرعة لاعب يتميز بالتسديد خفة لاعب يتميز بالفوتورك تحت البسكة هذا يحتاج نوعا ما إلى طوال قامة بس أيضا انت لتكون بلاي ميكر لتكون عقل مدبر على ارض الملعب تحتاج يكون عندك سرعه يعني كان اقصر لاعب في الام بي اي طوله متر وستين متر وستين آه يعني مترو يعني, ستين يعني يعني يقدر يعني متر وستين وجارة لاعبين ام بي اي طوال بالمترين و مترين وعشر ومترين عشر وعشرين شو كانت نقطة قوتك انت شخصيا؟ آه نقطة قوتي الشخصية هي آه بالنسبة للاعب لا يتمتع بالطول كفاية يجب ان يكون عنده رؤية كافية للملعب تنفيذ يعني رح يكون مدرب بأرض الملعب نعم. رح ينفذ أي شيء بيقله عليه المدرب ينقله لزملائه نعم. بداية كرة السلة أنا تقريباً أربع سنوات كان عندي شغف إنه عمر الأربع سنوات؟ بعمر الأربع آه، سنوات بعمر, بعمر الأربع سنوات مش من أربع خمس سنوات, سنوات. لا أوكي. عمر أربع خمس سنوات هي. خمس سنوات مه. كان عندي شغف بسوريا بنادي الاتحاد أهلي حلب وتحديدا اللاعب محمد ابو سعدة نعم كان عندنا حلم انا واخواتي الصغار انه ي... انه نرتدي التيشيرت رقم 6 لمحمد ابو سعدة جميل ليتحول بعد فترة قصيرة بعد سنة الاقي محمد ابو سعدة عندنا في المنزل وصار فرد من العائلة عن طريق الزواج بأختي يا سلام وبلش هذا الشغف لينتقل لحديث عائلي وشهرات عائليه يا سلام كرة سلة يا سلام. ف... يعني حلمك وصار لك حلمي وصل لي وصار كوتش جزء. خاص وصار جزء من حياتي وتطور ليصير مثل اعلى بالنسبه إلي صراحه اي شيء وصلت له بكره السله بيكون بفضل يعني بفضل الله كيف. ثم هذا المثل الاعلى محمد ما شاء الله يعني صراحة. حلو الاحلام تتحقق اليوم تحقق حلم ووصلت البيت نعم <applause> لين بيتك انا مش نعم. يعني صار ما شاء الله انت محظوظ مرشد نعم. ومدرب خاص واستاذ واخ وكل شيء الحمد لله اليوم مع هذا الشغف مع هذه الاحلام مع هذا خلينا نقول الطموح الكبير اللي وصلت فيه اليوم الى دوله الامارات وبدأت تدرب ما شاء الله عليك في اكيد لازم يكون في الجانب الاخر تحديات ما اقول لك صعوبات طبعًا. وازمات والى اخره اقول لك تحديات فما هي هذه التحديات اللي تواجهكم في هذا المجال مجال كره السله الحقيقه التحديات على مستوى انا عم بحكي لاعبين بعمر السبع سنوات ثمان سنوات نحن اذا ردنا نعمل مقابله عفوا مقارنه بين الجيل السابق انا مثلا اوكي انا كان عندي فيديو جيمز عاصرت الفيديو جيمز بس الفيديو جيمز ما كان بالنسبه لي هو الهدفي الحياة حاليا الاولاد للاسف عم بتفاجئ انه عم بيصير هدف بحياتهم اللعبه إلى تطوير معين ولها شراء معين عن طريق الانترنت فللاسف عم بتصير الفيديو جيم هو الهدف للعبه نحن دورنا كمدربين او انا ما بقول مدربين انا بقول معلمين او جميل. مثل اعلى هو انه نخلي الولد يكون عنده هدف باللعبه نعم. مش بالفيديو جيم هذا برايي هذا هو اول تحدي بالنسبه لاي لاي مدرب كره سله عم يدرب براعم او صغار <تصفيق> <تصفيق> انك انت تعمل هدف للعبه في في بال الولد وتضمن الولد يهتم هو يتصل فيك انا وصلت لمرحله اللاعبين بيتصل فيني انا كوتش بدي اتمرن او كيف <applause> بدي اتمرن هذا احد التحديات التحدي الثاني الحقيقه عم بواجهه عن طريق الاهالي انه انا اليوم ابني عنده امتحانات معينه في المدرسه غير قادر على الالتزام في التمرين دائما هذا الحديث بدور حتى ب... ب... بأي بلد ب... مع أي مدرب بدور أنه أنا أبني عنده دراسة معينة امتحان مش قادر يكون ما عنده وقت التمرين. أنه يلعب كرة تمام. آه. أنا بسأل سؤال لكل الأهالي كم ساعة الولد بيقضي وقت على الآيباد مه. كم ساعة بيقضي الولد على الموبايل مه. كم ساعة بيقضي الولد على التي في صحيح يقدر مع تنظيم الوقت نستنتج أنه تمرين كرة السلة هو ساعة ونص في اليوم نستنتج يمكن انه اذا جمعناهم مع بعض يمكن تلاحظ انه الولد عم بيصرف ثلاث ساعات او اربع ساعات على الايباد احيانا نعم فهذا من احد التحديات ورساله لجميع الاهالي انه الرياضه كانت بيوم الي على بيوم الايام الي على المستوى الشخصي هي مثلها مثل الدراسه وما منعتني عن مما... عن انه اتخرج من كليه الهندسه المدنيه ما شاء الله نعم اه فلا فف... ساوت عندي هدف اكثر للدراسه جميل صار عندي هدف اكثر نعم حتى الرياضه بتحسن لك شخصيتك السلة وعقليتك يعني العقل الجس... السليم طبعًا في الجسم السليم هي... طبعًا يعني طبعًا هي ترويض بعد العقل والتفكير لعبه كره السله نعم. تعتمد على رده الفعل على الرياكشن اكيد ف... غير الروح الرياضيه كرام الروح الرياضية غير تهذيب النفس تعاون. الاخلاق هي أيوه. تعلم وايد اشياء حياتيه أه. تساعدك في الدراسه وطبعا هذا عدا عن ان في وايد ناس عندهم مواهب تحولت لاحترافيه وصاروا شامبيونز او انه طبعا. ابطال في أكيد. مجالات أكيد. مختلفه أكيد. كل الشكر لك كرم ذهني مدرب ولعب كره سله على وجودك أهلك. معنا ونتمنى لك دائما الفوز شكرا شكرا, شكرا, شكرا جزيلا شكرا لك كل شكرا, 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 شكرا سالم شكرا لك العفو واجب يا خديجه لما انت الحلقه تحديات تنافسيني في كره السله بس برا سله اي إيه اكيد لازم ما خسرانه خسرانه تحدي لازم نلعب <applause> تمام تمام نعم مشاهدينا طبعا وصلنا لختام مساء الاماراتي لهذه الامسيه ولكنه باذنه تعالى يتجدد غدا مع حلقه جديده وفقرات اخرى متنوعه الى ذلك الحين تصبحون على الف خير مشاهدينا نقول لا وداعا لا وداع بل لقاء بل لقاء باكر في نفس الموعد بمواضيع مختلفه متنوعه اكيد انها بتنال على اعجابكم الى هنا تصبحون على الف خير